لأن مشاهدينا ينضم معي عبر الهواء مباشرة محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي السيد أحمد عزام من عمان. مرحبا بك سيد عزام إلى هذه المواكبة. بداية، يرى اقتصاديون أن تباطؤ نمو الوظائف وأيضا ارتفاع الأجور في أمريكا فيهما إشارات متضاربة للفيدرالي في نهج محاربة التضخم، لكن ماذا عن مخاوف الركود؟ نعم، مساء الخير عبد الرحمن، شكرا للاستضافة. نعم، كما ذكرت بأن الفيدرالي الأمريكي عند حصوله على تقرير الوظائف قد حصل على إشارتين متضاربتين، إشارة للارتفاعات أو الضغوط التضخمية بشكل أكبر من متوسط الأجور، وإشارة أنها قد تعطي ابتعاد مرحلة الركود للفترة القادمة. عند النظر على تقرير الوظائف في يوم الجمعة، فظهر تقرير الوظائف بشكل جيد كما اعتدنا في الفترة الأخيرة، سلسلة من الأرقام الإيجابية بالنسبة لتقرير الوظائف، 11 تقرير وظائف أعلى من المتوقع، كانت أرقام تعتبر جيدة، أعلى من 200 ألف في القطاع الغير زراعي، الرقم يعتبر جيد بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. عند النظر إلى معدلات البطالة، معدلات البطالة قد سجلت أيضا انخفاضات ب 10%، هذه الانخفاضات وحتى رقم البطالة، معدلات البطالة عند 3.5% يعتبر رقم متدني بالنسبة لأرقام البطالة، تعطي الفيدرالي الأمريكي الارتياح بابتعاد مخاوف الركود، نظرا لأن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يحمل ولم يدخل مرحلة الركود مع بطالة متدنية، فبالتالي تعطي الفيدرالي المزيد من الوقت، بعض الوقت أيضا لمتابعة السياسة النقدية ومتابعة تأثير السياسة النقدية بشكل أصح. الرقم الثالث هو متوسط الأجور، قد سجل تباطؤ، سجل بعض الانخفاضات على أساس سنوي إلى 4.2%. نعم، متوسط الأجور لا يزال يعتبر مرتفع بعض الشيء، قد يعطي دلالات على أن الضغوط التضخمية واردة في الفترة القادمة، نظرا لأنه معدلات أو متوسط الأجور يضغط بشكل أكبر على الإنفاق، فبالتالي قد يزيد على مرحلة التضخم، قد يزيد أو يعطي التضخم ارتفاعات في الفترة القادمة. عند الإشارات إلى مرحلة الركود، فبكل تأكيد يجب على النظر على الركود على عدة نقاط قد مرت في الفترة الماضية. أولها المؤشر التقني، مؤشر منحنى العوائد للسندات. منحنى العوائد للسندات بين عامين وعشر أعوام بالنسبة للعوائد لحتى الآن في مرحلة سلبية، ما يسمى انقلاب منحنى العوائد، وهي قد تكون بعض الإشارات التقنية لدخول مرحلة الركود في الفترة القادمة للولايات المتحدة الأمريكية. عند النظر إلى التاريخ، 77% من إشارات انقلاب منحنى العوائد قد أعطى الفيدرالي الأمريكي وأعطى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الركود، فلذلك هو يعتبر أحد الإشارات الجيدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي الذي يتبعها. بالنسبة للأرقام الاقتصادية، أيضا تقرير الوظائف واحد من الإشارات، لكن مكتب تحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في البيت الأبيض يطلع إلى 6 مكونات اقتصادية لمعرفة الركود، من ضمنها طبعا الناتج المحلي الإجمالي، النمو الاقتصادي الذي يسجل في الفترة الماضية بعض التخلف، بعض التراجعات، لا يزال بعيد عن السلبية نعم، لكن يسجل بعض التراجعات في الفترة الماضية، لذلك قد يكون هي إشارة بالضوء الأحمر بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. عند الاطلاع أيضا على مؤشر التصنيع PMI، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، سجل انكماش عبد الرحمن لخمس أشهر متتالية، مما يعطي الفيدرالي الأمريكي بعض المخاوف بأن إمكانية الدخول للركود. طبعا ثقة المستهلك سجل انخفاضات أيضا في الفترة الماضية. عند الاطلاع أيضا على الأزمة المصرفية، الأزمة المصرفية كما ذكر جيروم باول في مؤتمر الصحفي الأخير، ذكر أن شروط الائتمان وتجديد شروط الائتمان قد تعني بأنها تأثيرها على النمو الاقتصادي كتأثير تجديد السياسة النقدية، فشروط الائتمان في الفترة الماضية في عز الأزمة المصرفية قد يعطي بعض الإشارات بأن إمكانية الدخول لنمو سلبي في الولايات المتحدة الأمريكية واردة جدا من جميع النواحي. تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، هل يسجل التضخم التباطؤ للشهر التاسع على التوالي، وكيف سيؤثر على تحركات الفيدرالي في ظل محضر اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع؟ نعم عبد الرحمن، يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة الأمريكية سيتم الإفراج عنه، متوقع أن يطلع المؤشر الرئيسي انخفاضات بتباطؤ على أساس سنوي من 6% إلى 5.2%، يعتبر رقم جيد. اتجاهات أيضا زي الفترة الماضية زي ما لاحظنا هبوط تضخم أو تباطؤ
التضخم في بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية، كندا، أستراليا أيضا سجل بعض التباطؤ في أرقام التضخم. فبالتالي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد يسجل بعض التباطؤات، لكن من المهم والجدير بالذكر هنا متابعة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة، يعني يستثني المؤشرات والمكونات المتقلبة في الفترة الماضية. قد يسجل بعض الثبات في الفترة القادمة عند 5.4%، مما قد يعني بأن هناك بعض المخاوف بأن التضخم ليس تضخم عابر، لا بل هو تضخم راسخ أصبح في مكونات الاقتصاد، فيما لو نظرنا إلى أرقام مؤشر طبعا أسعار المستهلكين الأساسي الكور سي بي آي هنا عبد الرحمن. أيضا رفع أسعار الفائدة في الثمانينات تسبب في أسوأ كارثة مالية في أمريكا اللاتينية، والزيادة الحالية تدفع ثمنها الدول النامية. هل يتمكن الفيدرالي من يعني تجاهل الوضع الجيوسياسي في عهد جيروم باول؟ نعم عبد الرحمن، نقرأ التاريخ نطلع على الحاضر لمحاولة قراءة المستقبل. عند الاطلاع على الثمانينيات نعم أسعار الفائدة كانت قد وصلت إلى 20%، أرقام التضخم كانت وصلت إلى 15%، طبعاً تباعاً مع أحداث فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب في عام 1971 تحديداً مع الرئيس الأمريكي نيكسون، ثم عام 1973 مع حظر واردات النفط للولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع أرقام التضخم لتشكيل ارتفاعات مشتعلة. عند الاطلاع طبعاً على تلك الأرقام الاقتصادية وعلى الحالة الاقتصادية، يمكن استثناء الحالة الاقتصادية طبعاً الحالية عبد الرحمن فيما لو اطلعنا على الثمانينيات والسبعينيات أيضاً. الأرقام الاقتصادية الحالية نعم أرقام التضخم تسجل ارتفاعات، الدول تعاني من أرقام تضخم مرتفعة، لكن الحالة الاقتصادية والحالة الجيوسياسية ليست متشابهة كالفترة الماضية. نعم قد يكون جيروم باول قد يستثني الأوضاع الجيوسياسية في الفترة الحالية والاستمرار في محاولة كدح جماح التضخم، لكن هنا الجدير بالذكر بأن الفيدرالي الأمريكي عندما يكون الأمور بين النمو الاقتصادي ومحاولة انتعاش النمو الاقتصادي ومحاولة كدح جماح التضخم، دائما ما كان يختار محاولة دفع النمو الاقتصادي. فبالتالي فيما لو اتجهت أرقام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلبية في الفترة القادمة، على ما أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي سوف يختار محاولة دفع النمو بدلا من محاولة كدح جماح التضخم، فيما لو دخلنا طبعا مرحلة التضخم الركودي او الركود التضخمي في الفترة القادمة. ايضا يعني في سياق متصل، كيف الدول النامية كيف ستتمكن من تسديد ديونها السيادية في ظل هذه الأزمات الاقتصادية؟ نعم الدول النامية بكل تأكيد تعاني من ازدياد الديون، ارتفاع المديونية في الفترة الماضية. عند الاطلاع على الأرقام فما يقارب 10 تريليون دولار هي مديونية الدول الاقتصادات النامية، بكل تأكيد مواجهة صعبة في الفترة الماضية، لما لا أن تصل إلى مرحلة حتى العجز عن السداد كما حصل مع عديد الدول في الفترة الماضية. الدول النامية حتى الدول الناشئة تعاني من الأرقام الاقتصادية في هذه الفترة، فيما لو اطلعنا على أرقام التضخم فأرقام التضخم مشتعلة جدا للدول النامية، لا بل أكثر من ذلك بالنسبة للدول الناشئة، فيما يعني ذلك بأن النمو الاقتصادي قد يتراجع، مما قد ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بكل تأكيد، مما قد ينعكس على تسديد المديونية في الفترة القادمة. بكل تأكيد المديونية للدول النامية لا ليس لديها حل إلا هي الاستثمارات، قد تكون الاستثمارات المالية في الفترة القادمة حل مع ارتفاع أسعار الفوائد في الفترة الحالية، قد تكون جاذبة للاستثمارات في تلك الدول. ننتقل إلى قطاع الطاقة، خصوصا مع تأكيدات موسكو لخفضها إنتاج النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا في شهر مارس. أبرز الآثار السلبية لهذا القرار الروسي على الاقتصاد العالمي. نعم، منظمة أوبك في الفترة الماضية قبل أسبوعين قد أعلنت قرار خفض إنتاج النفط بما يقارب 1,160,000 برميل يوميا. روسيا كذلك قد مددت إمكانية خفض الإنتاج بنصف مليون إلى 700,000 برميل. بكل تأكيد أرقام النفط قد انعكست بشكل سريع في فترة التداولات، افتتاحات على فجوات سعرية قبل أسبوعين لحتى الآن لم يعيد
تغطية تلك الفجوات السعرية دليل واضح على قوة أسعار النفط. خام غرب تكساس تحديدا قد سجلت ارتفاعات 6 دولار مع قرار أوبك. روسيا بكل تأكيد توجهها مع منظمة أوبك بدعم خفض الإنتاج قد يعطي بعض الانطباع بإمكانية ارتفاعات أسعار النفط في الفترة القادمة. فيما لو سجلت أسعار النفط ارتفاعات فبكل تأكيد ضغوط تضخمية جديدة على مرحلة الاقتصاد، نمو سلبي بالنسبة للاقتصادات في الفترة الماضية. الدول التي قد تعاني بكل تأكيد الدول المستوردة للنفط، الدول التي تعتمد اعتماد كلي للنفط. طبعا الدول المستفيدة بكل تأكيد هي الدول المصدرة للنفط، دول قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الفترة القادمة. عبد الرحمن، طيب ماذا عن الاتحاد الأوروبي سيد عزام؟ يعني خصوصا وأنه متأثر تأثرا كبيرا بما تقوم به روسيا من يعني في سوق الطاقة، وحتى يعني عدم التعامل مع روسيا في ملف الغاز. نعم عبد الرحمن، بكل تأكيد الدول الأوروبية تعاني في الفترة الماضية، جميع الدول لديها معاناة طبعا بعدم الانفتاح مع على روسيا في الفترة الماضية. العقود التي تم توقيعها في ما قبل الحرب الأوكرانية والعقود التي وقعت مع الحرب بعد الحرب الأوكرانية بكل تأكيد كانت لديها بعض السياسات المتغيرة في الفترة الماضية، كل ذلك لديه انعكاسات بكل تأكيد على الحالة الاقتصادية، ليس فقط على دولة واحدة بحد ذاتها لا بل على الاقتصادات العالمية. الطلب العالمي بكل تأكيد عند انفتاحه يعطي اندفاعات بالنسبة للنمو الاقتصادي. عندما نرى إمكانية التخلف في فترة من الفترات عن بعض العقود نرى بكل تأكيد لديها تأثيرات سلبية. مؤخرا يعني نشهد سعي للصين لتضاهي الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكنولوجيا أو حتى تتفوق عليها، هل سيكون هناك نجاح للصين بالتحرر من قيود الولايات المتحدة؟ نعم، بالاطلاع عام 2020 كانت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا بداية على ما أعتقد بداية اندلاع أو تأثيرات كبيرة بالنسبة للصين في الفترة الماضية على الناحية الاقتصادية. عندما بدأت التعرفة الجمركية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت الصين ترد بتعرفة جمركية منذ عام 2020. فترة الجائحة فترة كورونا قد أوقفت المعاهدات التجارية التي حصلت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، استمرارها في الفترة القادمة على ما أعتقد قد يكون مشروط سياسياً بدونالد ترامب. فيما لو عاد دونالد ترامب للحكم في عام 2024 وهو ما قد عرف عنه في عام 2020 هو كان سبب أساسي في الحرب التجارية، على ما أعتقد فيما لو عاد دونالد ترامب قد يعيد اشتعال الحرب التجارية مرة أخرى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. نعم الصين في الفترة الماضية كانت قد بدأت تتربع أو تنطلق في القائمة الاقتصادية، نعم قد تحتاج بعض الأمور الاقتصادية الأخرى كمبادرة حزام واحد طريق واحد بكل تأكيد لها مبادرة قوية جدا على الدول النامية والحصول أيضا على الطرق البرية الطرق الجوية عبد الرحمن، بكل تأكيد تعطي بعض الاستفادات الاقتصادية. تكنولوجيا واضح طبعا تأثير الصين بشكل تكنولوجي في الفترة الماضية وبكل تأكيد سوف ينعكس ذلك إيجابيا في الفترة القادمة، فلما لا نرى الصين في الفترة القادمة تتربع على عرش اقتصادي، لكن على ما أعتقد عبد الرحمن يحتاج بعض الوقت معاملات تجارية كبيرة في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، معاهدات اقتصادية أيضا في يد الولايات المتحدة الأمريكية، فعلى ما أعتقد تحتاج الوقت في الفترة القادمة لتغيير التسلسل الهرمي في الناحية الاقتصادية. أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد عزام على كل هذه المعلومات عبر الهواء مباشرة من عمان، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.